السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا بكم مع دكتور وائل جودة. النهاردة حبيت أتكلم مع حضراتكم عن مشكلة كبيرة بتقابلنا، واللي هي مشكلة الموت المفاجئ أو مشكلة الجلطات اللي ممكن تيجي في عضلة القلب وإحنا ما نكونش عارفين مصدرها، أو مريض يكون مش مهتم وفجأة يقول لك أنا حسيت بألم شديد في صدري وتقطيع في صدري وكلام من ده، وعلى ما يروح مستشفى ممكن يتلحق أو ما يتلحقش. أقول لكم باختصار ممكن تكون الأسباب هي إيه؟ الأسباب البسيطة اللي إحنا بنأهملها. أولاً الأسباب اللي إحنا بنأهملها كتير، هي رقم واحد الأمراض اللي ممكن ما يتمش اكتشافها مبكر. زي واحد عنده ضغط الدم بيزيد وبيقل، أو بيزيد وهو ما بيتابعش، أو هو واخد الموضوع باستهتار، بيقيس الضغط شوية وياخد علاج يعني كأن هو عرض، فبياخد علاج ويسيبه، لكن هتابع. او مريض تاني بيقول لك انا مش عاوز اتعود على علاج ضغط. دي طبعا مشاكل كبيره. طبعا مريض الضغط وانس ان هو يتشخص ان هو مريض ضغط دم، خلاص له علاج مناسب لحالته وله علاج مناسب لحاله القلب وحاله الكلى، واذا كان هو بيتعالج من اي امراض مزمنه زي سكر او غيره يعني، خلاص. ويفضل ان هو يكون بيتابع متابعه كبيره. تاني حاجه مرضى السكر، خلاص دول برضو معرضين لارتفاع ضغط الدم اللي ممكن يؤدي لمشاكل في الشرايين بتاع الصدر، سواء كانت الشرايين بتاع عضله القلب او شرايين الرئه، وممكن يخش في جلطه رئويه او جلطه في عضله القلب وجلطه في الشرايين التاجيه بتاع عضله القلب، ودي مشكله ولازم تتلحق بسرعه، سواء كانت جلطه الشريان الرئوي او الجلطه اللي بتيجي في عضله القلب. اي مريض بمرض مزمن، المريض طبعا لو حتى مش مريض ومدخن، ده من عوامل الخطوره الكبيره اللي ممكن تعرضنا لمشاكل كبيره في الرئه او في القلب. المرضى السمان، المريض التخين، خلاص الناس اللي بتاكل اكل غير صحي، الناس اللي قاعده باستمرار وحركتها قليله، كل دول معرضين ان ممكن تجيلهم مشاكل فجاه في عضله القلب او مشاكل في الصدر فجاه، ممكن فعلا تؤدي الى الوفاه. واهم سبب واللي انا حبيت اتكلم عنه النهارده هو ارتفاع الدهون في الدم، زي الكوليسترول والكوليسترول والدهون الثلاثيه وال LDL وال HDL، اللي هي ممكن تؤدي لمشكله كبيره في عضله القلب، ودي طبعا محتاجه متابعه. ودايما انا بنصح كل المرضى او كل الناس اللي سنهم معدي 30 سنه انه يخلي تحاليل الدهون في الدم تحاليل روتينيه عشان يطمن على نفسه. وطبعا لو في علاج ناخده باستمرار مع شرب سوائل بكثره، الحركه الزايده، لو انا مدخن ابطل تدخين، لو انا باكل اكلات سريعه فيها دهون مشبعه وفيها اكل غير صحي طبعا ابعد عنها، اتحرك حركه زايده شويه، الوزن الزايد ابدا اقلله شويه، وبالذات الوزن اسفل البطن، الحاجه اسمها فيسرال اوبيستي، كل الحاجات دي ابدا اتخلص منها بسرعه. لان احيانا بيبقى المريض عنده الدهون زايده، واحيانا بدأ الشرايين تتسد بالدهون والكوليسترول، وهو المريض ممكن يحس بألم في الصدر بيروح وبيجي فما بيهتمش. احنا دايما لما يخلي المريض يروح يكشف ان يخلي الالم مستمر معاه، الالم مستمر ده اللي يخليك تتحرك وتروح للدكتور بسرعه عشان تشوف سبب الالم ايه وتبدا تتعامل معاه. فنصيحتي لكل المرضى او نصيحتي لكل الناس اللي سنهم معدي ال 30 سنه، ان انا ابدا الفحوصات الدوريه بتاعتي تكون شامله تحاليل دهون الدم اللي هو كوليسترول، ترايجلسرايد، ال دي ال، اتش دي ال، ويكون كلهم في معدلهم الطبيعي. اللي هو الكوليسترول ما يزيدش عن ال 200 ويفضل يكون تحت ال 170، الترايجلسرايد يكون اقل من 140، خلاص ال ال دي ال ما يعديش ال 70، خلاص ال اتش دي ال يكون عالي شويه في حدود ال 50. كل دول نهتم بيهم كويس قوي. الحركه الزايده طبعا معظم الناس اللي بتجيلها جلطات في عضله القلب بيتم بدري شويه، يعني الناس اللي بتجيلها اللي هو دايما بنقول عليها الايرلي مورنينج ام اي، اللي ممكن يجي غالبا الساعه 6 الصبح الساعه 5 الصبح، دول اكتر ناس كبار سن معرضين لجلطات في عضله القلب وبتيجي في الوقت ده. فطبعا الناس اللي مهتميه شويه بصلاه الفجر، او الناس اللي بتصحى بدري شويه وتشرب سوائل بكثره وتتحرك حركه زايده، بيبقوا غالبا بعاد عن الموضوع ده. بس لازم نهتم بموضوع الكوليسترول والدهون الثلاثيه وال LDL وال HDL، لازم يكونوا في معدل طبيعي جدا 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 عشان نبعد عن مشاكلهم. وده غالبا اللي هو بيؤدي يعني او في بعض الاحيان الى الموت المفاجئ، اللي هو المريض بيقول لك ده نام وجه يوم ما قمناهوش او
ده احيانا المريض اللي هو بيعاني من مشاكل، يعني الم في الصدر جامد جدا بس بيجي ويروح ما بيستمرش، ممكن تكون دخل في ذبحه صدريه مستقره او غير مستقره، واحيانا بياخد حاجات مسكنات ممكن تقلل الاحساس بالالم ولكن الشرايين بتبقى مسدوده، ودي مشكله تانية. انا ما ابداش اخد مسكن لالم الصدر غير لما استبعد وجود جلطه في عضله القلب او الشريان الرئوي. اوعى تاخد مسكن، اوعى تاخد مسكن لالم الصدر غير لما تستبعد وجود جلطه قلب او جلطه شريان رئوي، اوعى، لان انت ممكن تاخد المسكن هيقلل الاحساس بالالم ولكن الشرايين مسدوده هتعمل لك مشكله وممكن تؤدي الى الموت المفاجئ زي ما قلت لحضرتك. لازم متابعه دوريه مع الدكتور، الادويه اللي انت ماشي عليها لازم تكون باستمرار ماشيه مع بعضها، مفيش تعارض بين اي ادويه بتاخدها من اي دكتور، يعني لو بتاخد ادويه من دكتور بطنه وبتاخد ادويه من دكتور عظام ودكتور صدر ودكتور مخ واعصاب وفي سكر وفي ضغط وفي غده وفي قلب وكلام من ده، لازم الادويه ما توقفش بعضها، لان بعض الناس بتقع في مشكله كبيره ان انا بروح لدكتور مثلا البطنه بتاعي واحيانا انا باخد علاج مخ واعصاب فما باخدلوش الادويه معايا، وغالبا ساعات الدكتور نفسه ما بيكونش واخد باله ان يعني التعارض الدوائي بين الاثنين مع بعض، ولازم افصل ايه عن ايه ولازم اخد ده قبل ده بفتره كافيه وما ينفعش اخد ده مع ده، وكذلك ادويه الصدر وكذلك ادويه الغده وكذلك ادويه في بعض الاحيان ادويه كتيره جدا، فلازم وانا رايح للدكتور دايما كيسه الادويه بتاعتي معايا، ومش عيب ان الدكتور يبحث عن التداخل الدوائي للادويه، يعني انا مثلا المريض بياخد علاج انا مش عارف اللي انا هكتبه له هل ممكن يمشي معايا ولا ما يمشيش معايا، يتعارض معاه ولا لا، هل ممكن يزود ان هو ممكن الحاجه دي تترسب مثلا في الدم لفتره كبيره زي ادويه الصدر اللي هي اللي بتحتوي على السايوفيلين مثلا، في حاجات ممكن اخدها مع السايوفيلين ممكن تخليه يترسب في جسمي لفتره طويله وبعد كده تعمل لي مشاكل، تعمل لي تسمم للسايوفيلين، الناس اللي بتاخد موسعات شعب هوائيه خلاص. وفي حلقات انا هبقى يعني اجيبها لحضراتكم عن التداخلات الدوائيه الخطيره اللي احنا ممكن نقع فيها كمرضى واحيانا دكاتره، ان انا باخد ادويه كتيره او باخد ادويه كميه ادويه مع بعضها في وقت واحد مش عارف الدواء ده بيعمل ايه، لان ممكن انا باخد دواء وباخد مع في نفس الوقت الحاجه اللي ما تخليش امتصاص الدواء ده يتم بصوره كافيه، واحيانا ما بيتمش امتصاصه واحيانا بيتم ترصيبه في الدم بصوره كبيره واحيانا بيؤدي ممكن للتسمم من نوع ده من الدواء، فلازم حضرتك وانت بتاخد الدواء بتاعك لازم تكون على تعرف الدكتور تماما بيه، تكون حضرتك على علم ان الادويه دي او الدكتور بتاعك على علم الادويه دي ما بتوقفش بعضها او ما بتاديش لحدوث ظواهر قد تؤدي الى ترسب الماده الفعاله للدواء ده في الدم ويؤدي لمشاكل كبيره اللي هي ممكن بعد كده لا قدر الله ممكن تؤدي لمشاكل فشل كبدي او فشل كلوي او فشل في عضله القلب، ودي احيانا بنشوفها كتير بتحصل بسبب تداخل دوائي، احيانا المريض بيجي كويس جدا والادويه اللي بياخدها هي اللي بتعمل المشاكل دي سواء كان في عضله القلب او في الكلى او في الكبد، ربنا يعافينا جميعا واياكم يا رب. فدايما لو احنا عايزين نحاول نستبعد الموت المفاجئ او بقدر الامكان، هو طبعا بتاع ربنا الموت محدش يقدر يبعده عنه يعني، او بقدر الامكان احنا نكون مهتمين بصحتنا اكتر، لازم تحليل الدهون في الدم بصوره روتينيه، واذا كان عندي دهون في الدم وسن معدي 30 زي ما قلت لحضراتكم اهتم ان لازم تكون المعدلات في صورتها الطبيعيه وفي معدلها الطبيعي دايما، اهتم بتنزيل وزني، لو انا مدخن ابطل تدخين، الاكلات الجاهزه ابعد عنها تماما، اهتم بالاكل الصحي، اشرب سوائل كتير، كل الحاجات دي ان شاء الله بتؤدي الى حياه صحيه جيده سواء للجسم ككل او لعضله القلب بالاخص، واحيانا بتقلل فرصه الموت المفاجئ. تحياتي واحترامي لكم جميعا، خالص امنياتي القلبيه بالصحه والسلامه والسعاده والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.